قديشو حضلوه شرير أمين. أيها الأعزاء أيها الأحباء في كل مكان، شاءت العناية الربانية أن نجتمع نحن الإخوة الكهنة الأربعة بمعية أخونا أبونا عمانوئيل في كنيسة مار أفرام في الصويفية في عمان الأردن، لنبدأ بالتسجيلات، تسجيلات القيثارة السريانية. سنقوم ببث بعض التراتيل وأيضا القداديس الإلهية في كل يوم من أيام وجودنا في عمان إن شاء الله. نبدأ في هذا البث الأول تراتيل اثنين، الأولى أي فخر العذارة والثانية حبك يا مريم. أبونا يوسف. يا فخر العذارة يا أم النصارى، من حين أنت صار كي لا نبقى حيارى، من حين أنت صار كي لا نبقى حيارى. حلالي يا حلالي ومدحك يا حلالي، انت غاية سؤالي يا فخر العذارى، انت غاية سؤالي يا فخر العذارى. كفي عنا البالية كي لا نبقى حيارى، كفي عنا البالية كي لا نبقى حيارى. وسطي كل الفضائل يا مولاة القبائل، عبدك منك سائل يا فخر العذارى، عبدك منك سائل يا فخر العذارى. يا درة مكنونة يا أمان الحانونة، منك نرجو المعونة كي لا نبقى حيارى، منك نرجو المعونة كي لا نبقى حيارى. الترتيلة الثانية حبك يا مريم، يبديها أبونا عمانوئيل. حبك يا مريم غاية المنى يا أمنا، يا أم المعظم كوني أمنا يا أمنا، اظهري المعونة منك للبنين يا أمنا، اظهري المعونة
من كل البنين يا أمنا. نرجوك الحماية يا من كل الآفات يا أمنا. ضعف العناية في وقت الممات يا أمنا. ضعف العناية في وقت الممات يا أمنا. ابنك أوصاك بنا في الصليب يا أمنا. أعطانا إياك في شخص الحبيب يا أمنا. أعطانا إياك في شخص الحبيب يا أمنا. أحبائي ننتهي من التسجيل الأول، إن شاء الله يكون تسجيل طاب لكم. وهذا التسجيل جاء على السريع، أنا وصلت الأردن قبل ساعتين فقط، وأبونا أيضا وصل يوم أمس، وأبونا قبل كم يوم. إن شاء الله اعتبارا من يوم غد التسجيلات تكون مرتبة بصورة أفضل. وربنا يسوع يبارك بيكم وين ما كنتم. أمين.